عفوا انه الدولة بتاخد الدين سماعي من الشيخ، لحد بيقرا ولحد بيكتب ولحد بيبحث، دي الحقيقة. وكمان نقول غالبية الناس ما بتصليش الصبح، وغالبية الناس ما يعني ما بتقراش قرآن، فاللي بيقوله الشيخ هم بيقولوا امين. يعني الموظف في بتاع التضامن اللي حابس الطفل شنوده ده في جمعية الأرمان، ده مجرد واحد عاش على زخم فكري معين، انما هو ملوش فكر. وللأسف ان ده غالبية المسلمين، مش في مصر، في العالم الإسلامي، بهذه الصورة، صورة النقل بلا عقل. حتى انا بشوف انه السادة المشايخ، وانت يمكن حضرتك سمعتي والناس كلها سمعت سيادة الرئيس وهو بيقول يا جماعة سأحاجيكم امام الله يوم القيامة، انتوا ليه ما بتجددوش الفقه، انتوا ليه ما بتجددوش الدين، انتوا مش قال كده، مش سمعناه كلنا. لكن للأسف محدش ودن من طين ودن من عجين. ولو هنربط ده يا سيادة المستشار بقضية شنودة، قضية شنودة بكل أسف قضية محفوظات، بيقولوا ان التبني حرام. انا شخصيا كراجل باحث اسلامي وقاري القرآن اكتر مما يعني اقول ايه، يعني انا طالع الاول على فكرة على الجمهورية في حفظ القرآن، وطلعت الدولة دي طلعتني حجة انا وامي على نفقة الدولة علشان انا طالع الاول على الجمهورية. ربنا بيقول ايه في القرآن؟ اسمعي الناس كلها تسمع، في موضوع التبني. التبني مش زي ما بيقولوه السادة المشايخ بصورة مسفة في حق الرسول، صورة مسفة في حق القرآن. بيقول ايه في رب؟ بيقول فلما قضى زيد منها وطرا، كان في واحد اسمه زيد متجوز واحدة اسمها زينب. زيد ده كان الرسول عليه الصلاة والسلام متبنيه اسما، يعني البنوة هنا مش بنوة ميراث وبنوة مش عارف ايه، لا ليه احكام خاصة يعني. لكن اسمه كان اسمه ايه؟ كان اسمه زيد بن محمد، لحد لما طلق زينب. ازاي؟ ربنا بيقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني جوزه مين؟ مرات ابنه. ما هو زيد متجوز زينب، يعني استنتاج. لما قضى منها وطرا جوزها الرسول، وهو زيد بن محمد، يعني محمد اتجوز زينب اللي هي مرات ابنه. ايوه، لانه ربنا عايز يرسي احكام معينه في التبني. يعني التبني مش حرام يا دكتور؟ يعني التبني مش حرام. بص شوفي هيقول ايه بعد كده. هي ايه واحده، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. ان هو يضع اليها يبقى اسمه شنوده فاروق. ازواج ادعيائهم بيدعى لفاروق، بيدعى لمحمد، زيد ابن محمد، شنودة ابن فاروق. وخلي بالك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ده أمر من ربنا، دي واحد. هما بقى قلبوها عملوها إزاي؟ وتلاقي الشيخ بقى يعني إمام الدعاء بيقول لك أصل الرسول راح ولا لا يزور زيد فما لقاهوش، ولقى زينب متخففة كده من ملابسها فيعني أعجب بها وقال ما شاء الله لا قوة بالله بالله. شوف ده بيعيب في الرسول والناس مستحسنة أو كلام الأهبل ده. يعني نتيجة التفسيرات يا دكتور حضرتك بتقول نعم. نتيجة التفسيرات اختلفت الرؤية. ما هو التفسيرات دي مبنية زي ما بقول ايه، يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، والناس قاعده بتلحد عشان بيقولوا ان القران بتاعنا دموي. لا، ما هوش دموي. حرض المؤمنين، هو اصلا ما كانش عنده جيش، وكانت الناس بتيجي تهاجمه، الكفار بتوع قريش من مكه يقطعوا 430 كيلو عشان يجوا في غزوة بدر، طيب. يقطع 430 كيلو عشان يجوا في غزوة أحد، يقطع 430 كيلو عشان يجوا في غزوة الأحزاب. فحرض المؤمنين على القتال، تعالوا يا جماعة، بيقول لهم تعالوا يا جماعة دفعوا عن المدينة، لأنه لو تم الاحتلال هتسبى نسائهم وتنهب دورهم وقصورهم وتؤخذ عيالهم ويقتلوا هم. فبيحرض المؤمنين على القتال دفاعا، طيب. لأنه ربنا بيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
نرجع ولا تعتذر، لكن هم فاهمين الاسلام بالمشقلب. معلش اللي بيشرحوا الاسلام والمفسرين الاسلام بيفسروه بالمشقلب، فعشان كده قالوا ان فاروق ده ومسكوه بقى كمان ايه كمان ادوا له طريحه كويسه في الاسم علشان خاطر على اعتبار انه خاطف عيل.